الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الأخ والد سي عبد الرحيم الحسناوي، الأخت والدة سي عبد الرحيم الحسناوي، الأسرة الكريمة، الإخوان والأخوات المحترمين والمحترمات. أردت أن أساهم معكم من خلال تسليط الضوء على القضية في حجمها الطبيعي، لأننا ونحن اليوم نجتمع في هذه المناسبة التي قدرتموها وفاء لروح الفقيد، لا بد أن تكون نظرتنا نظرة مستبصرة وتكون مواقفنا مواقف صادقة، لأن هذه طبيعة عقيدتنا ومرجعيتنا. اقرأوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فستجدونه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لا يفتعلون ولا يبالغون ولا يتجاوزون في الأمور أقدارها، وهذا الصدق وهذا العمق هو الذي تجاوز القرون وتجاوز المساحات والمسافات ليصل إلينا صافيا مؤثرا. فحتى لما قتل آل ياسر قال لهم صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ولم يؤثر عنه غير هذا. صحيح ليس سهلا أن يقتلع بجريمة نكراء شاب من شبابنا غض طري، صحيح هذا أمر مؤلم ومحزن، ولكن لسنا من دعاة التضخيم ولا المبالغة ولا من الذين سوف يصرفون هذا الشاب الطاهر إلى مكاسب أو سوف يجعلونه بضاعة أو سوف يتخذونه طريقا إلى مقصد من مقاصد هذه الدنيا. قتل في سبيل الله والسلام، وإن لله وإنا إليه راجعون، وأهله نرجو لهم الصبر والأجر، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا خيرا منه، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن لا بد من أن نفهم أمرين بشكل جلي. الأول هو أن هذا الشاب لم يقتل لأنه خرج من مكناس وذهب إلى فاس فقط. هذا الشاب ذهب ضحية معركة كبرى، في طرفها الأول هذه الحركة المباركة الطيبة المتواضعة،
والتي كتب الله لنا سبحانه وتعالى أن نكون من أوائل روادها، والتي انبنت على محاولة الممكن والاجتهاد بالتي هي أحسن، وإحسان الظن والصبر والاحتساب والمشاركة والمساهمة ولملمة جراح الوطن ومحاولة رأب الصدع ورتق الرقع على مدى حوالي 40 سنة، ويدها نقية نظيفة، وحاول خصومها ما حاولوا بأشكال وطرق مختلفة، خصومها الذين يوجدون في الطرف الآخر الذين يعادون عقيدتها ويعادون ما تدعو إليه ويريدونها كما قال الأخ الذي سبقني فتنة، من خلالها يزداد الأقوياء تحكما في الضعفاء وتدلهم فيها الأمور وتظلم فيها الأجواء ولا يعرف فيها الضحية من الجلاد، وتؤكل فيها الحقوق وتهتك فيها الأعراض وتدخل فيها البلاد في مسلسلات أو في مغامرات كالتي دخلت فيها بلاد أخرى تحكم في رقابها أمثال هؤلاء الأوغاد. هؤلاء حاولوا ضد هذه الحركة ما حاولوا، وحاولوا ضد الحزب الذي خرج من رحمها ما حاولوا، ولم نستجب لهم أبدا ففقدوا صوابهم وذهبوا يبحثون عن فرصة لينتقموا انتقام الأنذال، فكانوا يترصدون أي نشاط فيه منهج هذه الحركة يترسخ، منهج الحوار، منهج مد اليد للتعاون، منهج النظر في حقيقة الخلاف بين مختلف الأطراف. يا ترى ألسنا بلدا واحدا؟ ألسنا أمة واحدة؟ ألسنا دينا واحدا؟ بل حتى مذهبا فقهيا واحدا وتحت قيادة ملك واحد يعترف الجميع بشرعيته؟ فلماذا يكون الخلاف إلى هذه الدرجة بين اليساريين والإسلاميين ولا أحد يتنكر للمقدسات ولا للمبادئ؟ قال القضاء في قضيته ما قال وحكم بما حكم وانتهت، يحاولون من خلالها أن يثيروا الفتن. فلما لم يستجب لهم وتخلى المنظمون عن هذه الندوة أقسموا إلا أن ينتقموا، فانتقموا من هذا الشاب البريء الذي لا علاقة له بكل هذا، شاب مسكين لطيف في شكله يظهر، نشأ في محبة القرآن الكريم وتعلمه، شهد له جيرانه وأصدقاؤه وإخوانه، تعلق بحلم وطن مسالم، وطن سعيد، وطن يجتهد أبناؤه في إعادة العدل إلى مكانه والحق إلى مكانه، وطن أصبح يشع ويتخذ نموذجا ويضرب به المثال، هو الذي ترسب في أيديهم فاغتالوه بكل وحشية وبكل
يعني بكل خروج عن الآدمية. فكانت الطعنات التي تلقاها كما لو أنه تلقاها كل واحد منا، الذين هم في سنه يشعرون وكأنهم كانوا مكانه، والذين هم في سنه يتذكرون فيه شبابهم وانطلاقاتهم. فهذا المصاب أيها الإخوة الكرام في سبيل الله ثم في سبيل هذا الوطن سوف نتحمله، وسوف نصبر ونحتسب. ولولا قدر الله استهدف منا غيره مهما يكون فلن نغير سياستنا، لأننا نعتقد أن أفضل طريقة على الهمجية هي أن نرفع عاليا قناعاتنا التي تربينا عليها وربينا عليها في هذه الحركة. قناعات لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، قناعات أن ضريبة الوطن والمواطنة يمكن أن تصل إلى التضحية بالنفس وهي عزيزة، ولا أحد منا يريد أن يقتل، لكن إذا كان من الضروري في سبيل الله ثم في سبيل هذا الوطن وهو من سبيل الله فإننا مستعدون جميعا. ولذلك يا أبنائي ويا بناتي، وأنا أعلم أن الشباب له فورة، وغل الضربة الموجعة يمكن أن يدفع إلى التفكير في الانتقام، إنها مرحلة انتصار على النفس. طيلة مسارنا صبرنا على ظلم ومظالم بعضها من ذوي القربى، وظلم ذوي القربى أشد مضادة، وبعضها ممن تولوا المسؤوليات، وبعضها من الأحزاب والصحف والأشخاص، ولكن العاقبة كانت خيرا لنا ولوطننا. هذه رجولة فوق الرجولة، وشجاعة فوق الشجاعة، وتضحية فوق التضحية. هذه طريقة لكي تثبتوا أنكم مختلفون حقيقة، وأن ما عندكم يتجاوز ما يتداوله الأشخاص العاديون، وأنكم قمتم فعلا لله، وأنكم صادقون في التعاطي معه في كل لحظة من لحظات حياتكم، وفي التعبير عن مشاعركم، وفي التعبير عن قناعاتكم إلى النهاية إن شاء الله الرحمن الرحيم. نعم أنتم في بداية الطريق والطريق طويل، لكن صدقوني إنه مفروش بالخير إذا تبتم على هذا الأمر، وهو ليس باليسير، ولكنه يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. وستسعد بكم أمتكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ورحم الله أخانا وجاء وعزاؤنا المتجدد للأسرة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.